إشاعات وأخبار مش لازم حقيقة، لكن بتوصل أسرع من الصاروخ. استنونا كل أسبوع والترند الجامد عندنا وبس على راديو الأهرام مع هبة هزاع. مساء الخير على كل مستمعي ومتابعي راديو الأهرام. دلوقتي معدنا مع حلقة جديدة من برنامجكم ترند، اللي متعودين نقدم لكم من خلاله أهم الأغاني اللي قدرت إنها تحقق أعلى نسب مشاهدة واستماع خلال الأسبوع اللي فات، كمان مجموعة من أهم الأحداث والأخبار اللي كانت ترند خلال الأسبوع برضو. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. يلا معانا نبتدي ونشوف. تصدرت أغنية النجم أحمد سعد الجديدة واللي طرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب بعنوان عليك عيون قائمة الترند على اليوتيوب، وده بعد ما حققت أكتر من 2.5 مليون مشاهدة. أغنية عليك عيون من غناء وألحان أحمد سعد وهي من كلمات محمد الشافعي. كعادته دايما قدر النجم بهاء سلطان إنه يدخل قائمة الترند، وده من خلال أغنية جديدة بعنوان سماح سماح من ألبومه الجديد سيجارة. الأغنية حققت أكتر من 500,000 مشاهدة خلال أيام، وهي من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود وتوزيع أحمد أمين. نجح النجم محمود العسيري إنه يكون ضمن قائمة الترند من خلال أحدث أغنية بعنوان رقصة سلو. الأغنية حققت أكتر من 1,200,000 مشاهدة، وهي من كلمات فلبينو ألحان محمود العسيري وتوزيع رامي سمير. وأخيرا دخلت معانا كمان ضمن قائمة الترند أغنية النجم عمر كمال، واللي تعاون فيها مع نجم مواقع التواصل التركي كوكسا البابا بعنوان مهرجان البنات، وهي من كلمات عمرو قطب وألحان عمر كمال. وفقرة آخر أخبار نجوم ونجمات الفن بتدي بأول خبر فيها. أعلنت النجمة تيسير فهمي عن إصابتها بفيروس كورونا وطلبت الدعاء من جمهورها من خلال صفحتها على الفيسبوك، وكتبت ممكن تدعولي عندي كورونا وتعبانة جدا. احتفلت النجمة حنان مطوع بعيد ميلادها لوحدها عند الأهرام. حنان نشرت على انستجرام مجموعة صور ظهرت فيها وهي بتحتفل بعيد ميلادها. الصور حصدت عدد كبير من التعليقات اللي هنتها بعيد ميلادها وتمنت لها سنة سعيدة. وجهت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد رسالة تهنئة للفنانة دنيا عبد العزيز على عقد قرانها، واللي أكدت فيها إنها كانت بتتمنى حضور الحفل إلا إن الظروف منعتها. الفنانة نبيلة عبيد نشرت صورة العروسين على حسابها على انستجرام وعلقت عليها ألف مبروك يا أحلى عروسة في الدنيا كلها، دنيا حبيبتي وعريسها الجميل مصطفى، مبروك وكان نفسي أكون معاكم بس أنا حاضرة فرحتك بقلبي يا روحي. وأخيرا شاركت الفنانة دنيا سمير غانم محبيها ومتابعيها صورة جديدة لها وهي لابسة سلسلة عليها اسم والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة راحلة دلال عبد العزيز. دنيا نشرت صورة السلسلة على انستجرام وعلقت عليها Zoom into my heart. خلصت أخبارنا النهاردة، استنونا في حلقة جديدة وأخبار جديدة والترند الجامد عندنا وبس على راديو الأهرام.